وسهلا بيكم متابعينا. احنا دلوقتي موجودين مع الحاجة هدى والشهيرة بأم محمد اللي الدنيا كلها والبحيرة كلها مقلوبة عليها من امبارح. الست الجدعة اللي بميت راجل اللي استقبلت يعني 12 فرد من الصعيد في بيتها. اهل الكرم الحاجة هدى، يعني انت عملت اللي محدش بيعمله، الدنيا كلها مقلوبة عليكي من امبارح. عايزين بقى نعرف الحكاية منك وتقولي لنا ايه اللي حصل بالظبط. والله هو عادي، كان في بوست نازل على النت ان في واحده جايه مسابقه، هي يعني جماعه حريم مع بعض ومعهم بنات صغيره واولاد صغيرين اكاديميه هنا في دمنهور. فطبعا ما يعرفوش اي حد في دمنهور ولا عمرهم نزلوا دمنهور، اول مره يجوا من السفر على دمنهور، فمنزلين عايزين اي حد يعرفهم اي مكان في دمنهور وكده، عايزين اجروا مكان يوم. فانا قلت لهم تعالوا عندي، شرفوني ببيتي، اهلا وسهلا بيكم، بيتي مفتوح، انا عندي بنات زيكم. فطبعا هم كلهم طبعا كانوا سيدات واطفال، سيدات واطفال صغيره وما يعرفوش اي حاجه، ما فيش اي بينك وبينهم اي صله قرابه. بنسمع عن دمنهور ده على النت، عمرنا ما نزلناها، لكن احنا اول مره ننزل دمنهور. قلت لهم دمنهور دي اهل الخير كله واهل الكرم واحسن ناس، واحنا اساسا فلاحين كلنا بجوار دمنهور هنا، فشرف لينا ان احنا استقبلناهم. والله الصعايده دول اجدع ناس والستات محترمه هم جداً. من نجع حمادي هنا، ناس محترمه جدا وناس كويسه ويعني والله شرفوني ونوروني في الليله الجميله اللي سهرناها سوا دي، كانت احسن ليله والله. طبعا بقى قالوا لنا ان انت اكلتيهم ذره وقعدتيهم على الكورنيش، ويعني عزمناهم على حاجات بسيطه ولا مش من قيمتهم. والله انا لو طول كنت اجيب لهم الدنيا كلها، رغم ان انت ما تعرفهمش ولا بينك وبينهم اي صله قرابه. لا والله، بس انت ما تلاقي مجموعه حريم مع بعضهم معهمش راجل خالص ولوحدهم، انا حاسه بيهم لان انا طول عمري مع يعني يعتبر عمري كله معيش راجل، هم بناتي وابني، فانا طول يعني انا اكتر من 12 سنه، فخلاص بتعامل بطبيعتي خالص. ما خفتيش بقى لما قلت ده انا هستقبل ده ناس غريبه وهستقبله؟ ما خفتيش والله خالص؟ والله يعني بقيت اتحايل عليهم في هم، اقول لهم لا ده انتوا هتنوروني، يقولوا لي لا. قلت لهم على فكره انا جوزي متوفى ومعيش حد في البيت غير بناتي وابني، طول النهار في الدروس بيجي بره الداخل ولا ثانوي، يعني ملوش دعوه بحد خالص، فما تقلقوش. فقالوا احنا هنسهر سوا بره في مكان كويس، ماشي. قلت لهم يلا بينا، طلعنا سهرنا وقضينا الليل كله على الكورنيش وقضوا اليوم المسابقه ورجعوا هنا. احكي لنا بقى اللي حصل، وايه الدنيا انقلبت من امبارح، الاف اللايكات والاف الناس مطلوب عليا، ناس من ايطاليا ومن الصعيد ومن مصر، وانا عملت ايه يا جماعه؟ ما عملتش حاجه، احنا عادي، احنا ناس ارياف فلاحين، احنا معروف عن بلدنا دي، بلد الجلعه دي تبع زيارة غزال، الجلعه دي اهل الجدعنه وبصي تلاقيهم كلك بيخدموا بعض، اي واحد عنده مناسبه عنده حاله وفاه تلاقي الدنيا كلها واقفه ده واقفين مع بعض. يعني ده طبع، مش حاجه مش غريبه عليكم، طبع عيله الداخل كلها، طبعهم الجدعنه والرجوله، ما حدش انا عملت حاجه طبيعيه، اقسم بالله ما اعرف ان الدنيا هتنقلب كده. يعني عادي، مش اول ما نزل البوست وكتبت التعليق والناس اكدت، الاهل يعني اللي استقبلتيهم الصعايده اكدوا قالوا ده استقبلتنا فعلا في البيت وكانت ست جدعه. ردود الفعل بقى، انت كان رد فعلك ايه لما لقيتي كم الناس ده بيعلق ويتكلم؟ يعني قلت لهم والله انا ما عملتش حاجه تستاهل. قالوا لي لا ده انت شرفتينا وشرفت البحيره ودمنهور وشرفت الصعيد، واحنا فخورين ان احنا عندنا ست في دمنهور زيك كده. قلت لهم والله يعني عادي، انا شايفه ان انا عامله حاجه عاديه، بس مش عارف ايه اللي حصل كل ده وقلب عليا الدنيا كده، مش عارف. التعليقات والكم الرهيب اللي والله، ودعواتي الناس الحلوه دي بالدنيا كلها. ما خفتيش يا حاجه هدى لما قلتي ده انا هستقبلهم، انا هكتب الكومنت يا عالم هيجوا ولا ما يجوش؟ انت كنت متوقعه ان هم هيجوا؟ والله يعني على اخر لحظه، حتى انا قمت من النوم وعملت الاكل ومستنيه ان هم يجوا، مش مصدقه ان هم هيجوا فعلا. يلا اعملي يا ماما، بس انا حاسه ان هم مش هيجوا. قلت لهم انا هنعمل اكل وجم، انا بعملت اللي عليا وكده، بس هم طبعا جدوا اليوم كله في المسابقه وكده، فقالوا لا احنا هنسهر مع بعض الليله يا منى. لبسنا ونزلنا انا وندى وشروق وسهرنا معاهم، وكانت ليله حلوه والله. والله شرفوني، صدقي السعيد دي ناس حلوه وناس جدعان وستات محترمه جدا، ايه الاخلاق والادب ده؟ انا ما شفتش اخلاق بالشكل ده اقسم بالله. ما يعني ولا هم خافوا بقى وقالوا يعني؟ قولي لي هم رد فعلهم كان عامل ازاي؟ اول ما شافوني خدوني في الحضن، اطمنوا خلاص بقى. انت كنت متابعه معاهم على التليفون من هناك قبل ما يجوا؟ متابعهم بالتليفون لحد ما وصل، احنا دلوقتي وصلنا كذا، احنا داخلين على كده، يعتبر داخلين على البلد اللي اسمها دمنهور كده. ف يعني انا كنت في الشغل حتى والله في الحر طول النهار وكده، بكلمهم وانا في
في الشغل واكلمه اقول لهم انا لو عندكم كنت استنيتكم في المحطه وكده، بس انا قالوا لي لا الله يعينك كفايه انك متابعه معانا ومعرفانا الاماكن وكل حاجه. فانا والله اتشرفت بيهم ونوروني. ده احنا اللي فخورين بيكي والله. والله يعني انا مش شايفه ان انا عامله اي حاجه تستاهل كل الضجه. هم بقى اهل الصعيد طبعا زمان هم عايزينك تروحي ويردوا الجميل اللي انت. قولي لي بقى قالوا لك ايه؟ لقيت واحد بيرن عليا من الصعيد، انا مش عارفه اسمه ايه كده، من الصعيد، من اهل الناس. من اهل الناس دي، يا ام محمد احنا عايزين نرد الواجب اللي عملتيه مع حريمنا وبناتنا، انت ست بمليون راجل، احنا يعني احنا كنا باعتين حريمنا ومعاهم اطفال صغيره وقلقانين عليهم، لان طبيعي الاكاديميه المسابقه دي مش هينفع والاماكن اللي هم جايين مش هينفع، جايين محافظه غير المحافظه، يعني وجه قبلي وجه بعيده. فانت كنت سند ليهم وظهر ليهم واحنا مش عارفين نرد جميلك ازاي. قلت له والله انا ما عملت اي. قال طب احنا عايزين فعلا نرد لك الجميل، عايزينك تشرفينا انت واولادك عندنا نرحبوا بيك وكده. قلت لهم والله انا كفايه دعواتكم الحلوه دي، يعني الخير في امتي الى يوم القيامه، الخير في امتي الى يوم القيامه. أيوة انت بقى ليكي اهل في الصعيد وهم بقى ليهم اهل هنا. أيوة في دمنهور. فيعني سبحان الله، رغم ان انتوا يعني ولا انت تعرفيهم ولا هم يعرفوكي، ولكن بموقف طيب وبسيط يمكن ناس كتير تتردد، محدش ليه امان دلوقتي، انا ازاي هقابل ناس غربه عني. انت طبعا انت عارف ده، انا نزلت الاول الشارع قابلتهم، واول ما شافوني قالوا لي انت شخصيه محترمه جدا واحنا حبيناكي، والله لو في وقت ان احنا نبات معاكي ونقعد معاكي، بس خلاص احنا لازم نسافر عشان خلصنا المسابقه وكده. فكانوا فرحانين خالص وخدوا كلك ارقامي وكل شويه يتصلوا عليك بيكلموكي بقى. كل شويه يكلموني. هم اصلا دخلوا في التعليقات ويعني الدنيا مقلوبه، يعني من امبارح مكلميني دلوقتي وقايلين لي ان اهل السعيد كلك عايزين ينزلوا لك بص تشكروا محافظ البحيره وشكروا دمنهور وشكروا الدنيا كلها على اللي انت عملتيه معانا. قلت لهم انا ما عملتش حاجه والله مش مستاهله. جايت لي لا ده احنا لازم اهل السعيد كلها عايزه، يعني بيفكروا ان هم اساسا يجوا يجابلوكوا، السعيد كلها عايزه تسافر. هم هيجوا لك يا ابو محمد، يعني انت بيتك مفتوح اصلا لاي حد. انا بيتي بس هم اهل السعيد معروفين ان هم لازم يردوا الجميل. والله انا ما عملتش اي حاجه ان هم يردوها، ده انا اتشرفت بحريمهم دول زي اخواتي وانا تحت امرهم. اي حد محتاج لو توجه لهم رساله دلوقتي هم اما يشوفوكي تقولي لهم ايه؟ انا اتشرفت بيهم والله العظيم وفخوره يعني حريمكم دي ب100 راجل فعلا، انتوا فعلا بعتينهم وانتوا مش خايفين عليهم، واثقين فيهم ان هم فعلا هيسدوا المكان ده. فانا يا دوبك كنت وسيله بس بالنسبه لهم، لكن هم ستات فعلا ب100 راجل وستات محترمه جدا وكانوا فرحانين. وبيتك دايما مفتوح للغريب قبل القريب يا ام محمد. انا والله يا جماعه بيتي مفتوح في اي وقت، اي حد محتاج مساعده، بس حريم وبنات ماشي عشان انا معايا بنات وكده تحت امرهم في اي وقت. طيب. اي بنات يا جماعه جايين هنا مش عارفين اي حد، عايزين يستنوا مع بناتي تحت امركم، اعتبرهم اخواتكم واستنوا معاهم. وبيتك مفتوح يعني دي حركه ما بيعملهاش اي حد. انتوا هتاكلوا من اي بنات مغتربات من اي مكان تاني يا جماعه، تنورني والله بتشرفني. ليه تروحي تاجري المكان؟ انا عندي بنات وانتوا بنات اكيد، عشان اهلكم بمطمنين عليهم ما تقلقوش خالص. تقولي ايه بقى للناس اللي لو شافت موقف وما يساعدوش حد؟ لا عايزاكي توصلي لهم رساله من الدين، يعني انت عملتي ده دينيا. دينيا دي ديننا يعني بيحسنا على الخير وفعل الخير، مش شرط انك تكون معاك فلوس ومبسوط عشان تقدر تخدم حد. انا الحمد لله معايا الستر من عند ربنا، انا بشتغل يوم بيوم اهو، بس لو حد قصدني في اي موقف حاجه في جنبه اقسم بالله ناس بتقصدني ومعهاش فلوس وما بتبقاش معايا بصرف لهم، ما اقدرش اتاخر عن اي حد محتاجني. قولي لنا كده على حاجه حصلت في حياتك يا حاجه هدى، كان خير انت عملتيه ونسيتيه ولكن شفتيه قدامك في موقف من المواقف. انا في مره كان بنت ماشيه في دروس من كام سنه كده، واحد خبطها بالموتوسيكل وجرى، ما وقفش حتى يشوفها عامله ايه ولا في ايه ولا كده، خبطها. انا وقفت تاكسي وخدتها وكشفت عليها وعملت لها اشعه وكده، لما روحت لقيتها خدت بقى رقم تليفوني. بتتصل اهلي كلك عايزين يجوا يدفعوا، يعني انت المواقف ان انت كمان عليكي. قلت لها يا بنتي انا ما عملتش حاجه، لو بنتي من بناتي ماشيه في الشارع وحصل لها حاجه هتلاقي اللي نجيت، انا مش مع بناتي طول الوقت. ده انت والله والله انا نفسي ما مش عارفه اقول لك ايه والله. بس ماما بابا عايزين يجابلوك يدوك المصاريف اللي صرفتها عليا في المستشفى والاشاعات والتحاليل. قلت لها يا قلبي اقسم بالله ولا تجيني، وانا ركبت معاه ووصلتها خفتي عليها؟ خفت عليها، انا عندي بنات زيها ممكن واحده وهي ماشيه في الشارع حصل لها حصل لها، فانا ما سبتهاش، انا فضلت معاها طول النهار مع اني كان عندي شغل والله وناس مستنياني، بس طبعا ما كانش ينفع نسيبها وهي غايبه عن الوعي وتليفونها وشنطتها وحاجتها معايا. ربنا ربنا يعني حرام هسيب شنطتها معايا حد غريب، حاجتها معايا حد غريب، ياخد تليفونها ياخد حاجتها، لا طبعا.
شكرا ليك يا محمد. والموقف الجدعانة اللي انت عملتيه، يعني اللي انت تستقبلي الكم ده عندك ده منور كلها مليانة بالخير، وبيعملوا اكتر من كده، والارياف طول عمرهم معروف عنهم ان هم جدعان. يعني انت بقيتي ترند دلوقتي في البحيرة من امبارح، يعني عدد رهيب بيكلمك والاف الاف بيكلموا. الناس فلاحين ومتعودين على ان احنا نستقبل الغريب، الجريب قبل كل الناس. لازم بصي نعمل واجب مع الغريب قبل الجريب. والله ربنا يخليك يا محمد، شكرا ليك. شكرا ليك.